مسبقا. هسه مين اللي بيعترف في المؤسسات هاي بالجامعات والكليات المعترف بها؟ هو مجلس التعليم العالي وكمان وزارة المعارف وكمان معهد او وزارة العلوم او وزارة الصناعة. لهالسبب لازم نعمل حساب في المؤسسة اللي نتعلم فيها هل فيها اعتراف مشان ننول اللقب او الشهادة ولا لا. احنا بدنا نحكي ليش نتعلم، بس لو قبل تنطوني فرصة واحكي عبرة معينة سريعة قبل ما ابدأ احكي عن النقاط اللي هون. في ملك عنده 3 وزراء، طلب من كل وزير اطلع على البساتين وعلى الحقول اجمع لي فواكه وثمار الي وبدون ما حدا تطلب من حدا مساعدة. طلعوا الوزراء 3، اول وزير قال بدي اتنقل حبات الثمرات المنيحة، رجاء الثمرات المنيحة، عباله الكيس تبعه منيح بثمرة منيحة وزاكي وطيبة وروح. الثاني اجى يقول اي هو بده الملك ناقصه حدا يجيب له ثمر، هو اكيد بس بده يفحصني بجيب ولا بجيبش ثمرة هاي ولا هاي ولا هاي، حط بهالكيس ومشى. اجى الثالث بيقول ما هو مش رايح يفحص، عباله الكيس حشيش بس بده يشوف انه انا جبت كيس. لما روحوا عنده قال للحراس احبسوا كل واحد مع كيسه لمده 3 اشهر وما حدا يفوت عندهم. فمن العبره هاي شو نشوف؟ اللي انحبس مع الكيس مع الفاكهه الزاكيه والمنيحه والصحيحه غدر يتقوت كل 3 اشهر، والثاني اللي خربط بين هاي وهاي غدر بصعوبه وبالتالي جاع. اما الثالث شو صار فيه؟ السؤال والعبره من ورا هاي، احنا اليوم يا صبايا ويا شباب بجيل معين اللي لازم نعبي الكيس للايام الجاي. فاذا انت بتبني حالك للمستقبل اخي الكريم انت بتعيش حياه هنيه، واذا لا لا. وهنا المفتاح. اذا ليش انا لازم اتعلم؟ حسب وجهه نظري انه انا بدي اتعلم مشان يكون معي مفتاح في الحياه. المفتاح شباب وصبايا مش بس المفتاح اللي احنا بنعرفه، المفتاح للعمل شهادي، المفتاح للثبات اخلاص، وكل الامور هاي. فاذا انت بدك تتعلم مشان يكون معك مفتاح لحياتك. الاشي الثاني، انا بدي يكون عندي حياة مهنية. صبايا وشباب انتوا اطلعوا، رجاء اطلعوا شو بصير. نيجي نتعرف على شخص، مرحبا مين حضرتك فلان شو وظيفتك؟ اخوان انا بسمعتك. السؤال الثاني بعد اسمك شو وظيفتك؟ شو بتشتغل؟ فكل واحد منا اللي عنده وظيفة وعنده مكاني بيقول هذا كارتي وانا وظيفتي الفلانية. اذا انت بدك تتعلم مشان يكون عندك حياة مهنية، لكل انسان يكون له مكانته. بيجي الاشي الثاني المكاني، شو وظيفتك؟ شو مكانتك؟ شو بتشكل حيز بالمجتمع؟ الاشي اللي بعده لرفع الدخل الشهري. في الابحاث بكل العالم بتقول انه كل ما الانسان اتعلم سنة اضافية دخله الشهري بيرتفع 2.5%. فلهذا كل ما تعلمت انا اكثر كل ما ارتفع دخلي الشهري اكثر. الاشي الاخر تعليمي لليش؟ مشان يكون عندي راحة في حياتي اليومية. سؤال، هل انت بدك يوميا تشتغل وتكون مرتاح في وظيفة في مهنة انت اخترتها، ولا بدك تروح للشغل كرهان الشغل ومكان الشغل وترجع كرهان حالك من اللي صار معك؟ شباب وصبايا انتوا اليوم بتقيموا الامور وبتطلعوا على الامور بمنظار يختلف عن ابائكم، وبمنظار يختلف عن اللي اكبر منكم عندهم تجربة. بالنسبة لك انت بتطلع عن اليوم، انا مريح الي وبقدر اعمل الغرض الفلاني، بس تطلع على حالك لما تكون في جيل ابوك، هل انت بتقدر في اي الحياة اللي اخترتها ولا لا؟ الاشي الثاني، حياتي كنا اليومية، راحتي الحياة اليومية. في كمان الاشي اللي بعده، انا بتعلم وبأخذ حياة مهنية وراحة يومية، بس انا كمان بدي اثر على اهلي، على ابناء مجتمعي، على ابناء شعبي.
فاليوم كإنسان اللي عنده مهنة وعنده وظيفة وعنده تعليم، أنا جاي اليوم لأبنائي أساعد، أوجه، أقدم خدمة بأمل إنه أبنائي بكرة يقدموا الخدمة هاي لأحفادي. لكن حبي إلكم يا شباب أكثر، لأنه إحنا مربوطين في الشباب. بحب الزهور، أنتوا الزهور. لو نتطلع اليوم، مش أنا أورجيكم كيف أنتوا الزهور، رجاء لو كل واحد منكم الصبح لما يجي يطلع من البيت يرقي على المدرسة يتطلع بالشارع، شو بشوف؟ بشوف الشارع ملان ورود منكم أنتوا، لأنه مجتمعنا العربي كلياته 60% منه تحت 19 سنة، فأنتوا الورود وأنتوا المستقبل، ولازم إحنا نثمر فيكم، لازم إحنا نحط كل جهدنا معاكم أنتوا. فلهذا السبب إحنا بنحاول إنه تعليمنا بشان إنه يقدر يساعد على المحيط فينا. إحنا بنيجي بنقول طب وين نقدر نتعلم؟ بإمكاننا نتعلم في الجامعات، وفي إمكاننا في كليات، وكليات إعداد معلمين، وكليات ومعاهد للتأهيل المهني. اللي بصير في إسرائيل في عنا 8 جامعات، وفي عنا مش أقل من 60 كلية أو 50 كلية. شباب وصبايا، مشان إحنا نقدر اليوم نعرف كيف بنعرف المؤسسات المعترف بيها واللي بتعلم تعليم أكاديمي في داخل البلاد، كل واحد منا يعني إنه أنت ليش تفكر، أنت لازم تظلك تفكر بالتعليم. للطالب اللي بروح على الجيش وعامل حساب إنه من 1/7 فرضا بده يروح على الجيش، الجامعة الوحيدة في البلاد اللي بتمكنك تتعلم فيها وانت حيال بشروط حفاه هي فقط الجامعة المفتوحة. السؤال اللي انا بقدر استغل الثلاث سنين هذول واتعلم فرصة 2 3 4 5 اللي اقدر لما اطلع من الجيش اقدر اكمل تعليمي، بدل ما انهي ثلاث سنين بنهي سنة ونص. انا استغلت وقتي. انت يا صبي، انت يا شاب اللي بتفش عندك التزام من هالنوع، وانت جاي عبالك تتعلم غرض معين اللي بده جيل سنتين، طب بالسنتين هذول شو انا بقدر اعمل؟ انا بامكاني اشتغل احسن علاماتي، بامكاني احسن علاماتي، وبامكاني اشتغل واحط بجيبتي مشان قصد التعليم.